عمر. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام والله، تمام الحمد لله. اكيد حضرتك متابع وشايف، اتكلمت بالتفصيل الممل عن مشكله نادي ماليه كفر الزيات مع الجزيره مطروح، ولكن هل فيها حاجه من اللي انا بقولها ده كابتن ايمن؟ هل في كلام غلط او في كلام مش صح؟ لو حابب توضحه قبل ما اسالك عن الجزئيه الثانيه. لا، انا عاوز اسال سؤال واحد بس. هي اللائحه في قانون، واللائحه مكمله للقانون، وكل العوار اللي بيبقى في القانون اللائحه بتتلاشى. النهارده اللائحه اللي احنا شغالين عليها ان لازم عربيه الاسعاف تبقى موجوده. طب انا اسال سؤال تاني. النهارده في الدرجه الرابعه في منطقه التاهليه في فريق بشواء وجزيره امبابي، اللي حصل كالاتي: ان في عربيه اسعاف تواجدت قبل بدايه الماتش، والحكم قام المباراه، وبقى وما بين الشوطين عربيه الاسعاف مشيت. ففوجئ الحكم ان النهارده ان عربيه الاسعاف مش موجوده. ففي الدقيقه 85 وقف المباراه، وقف 20 دقيقه عشان يجيبوا عربيه الاسعاف. عربيه الاسعاف ما جاتش، وقام الحكم لغى المباراه. دي واحد. هل هتحسب النتيجة هتعادل المباراة، ولا هتحسب النتيجة 3-0 للفرق المضيف؟ اتنين، مباراة تلا وديار بنجم، الحكم ما لقاش عربية إسعاف لغى المباراة، هل هتحتسب 3-0 للمضيف ولا هتعادل المباراة؟ ليه ماليه كفر الزيات المباراة بعد ما حصل الموضوع ده، واحنا خدنا القرار الرسمي ب 3-0 لصالحنا، ترجع تعادل المباراة؟ ايه الاستثناءات اللي موجوده في اللائحه؟ ممكن اسالك سؤال؟ هل الموضوع دلوقتي لو اتحاد الكره صمم على موقفه الغلط اللي طبقا للوائح والقوانين هو بيخالف اتحاد دوله كبيره زي مصر، هل ممكن حضرتك تشتكي اللجنه الاحاديه، انا بقولها احاديه يعني عشان بس ما تعلقش على كلامي، للفيفا وتصعد الموضوع وتشتكي وتقول ان في فعلا تلاعب في الجوابات وفي الخطابات وفي النتائج اللي موجوده في الدوري الدرجه الثانيه في مصر؟ ممكن ده يحصل منك؟ ده بعد قرار رئيس مجلس اداره ده اكيد بعد قرار رئيس مجلس اداره الشركه الماليه بان اهانه نادي الماليه بهذا الوضع، ان هم اخذوا قرارات ان ممكن يحصل شكاوى للاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه ووزير الشباب. واحنا كمان واخدين قرار احتمال كبير قوي ان احنا ننسحب من الدوري. صحيح، لان ده حق من ولازم حقونة. تصمم على كده، ده حق من حقوقنا. حق من حقوقنا واحنا متمسكين بيه. النادي الماليه مش نادي هياني. طيب. النادي الماليه من الانديه اللي كانت بتنافس على صعود الدوري الممتاز. طيب كابتن ايمن، عشان بس ايه اخد معاك كل المواضيع دلوقتي، انا وصلت لحد مرحله ان حضرتك رحتوا تتظلموا في اتحاد الكوره على القرار ده، ولكن يعني حصل اجتماع مع المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الاحاديه، ايه بقى اللي حصل بالظبط؟ انا عايز اسمع منك كده وتقول لي عشان انا مركز معاك قوي. كابتن عمر، اللي حصل اهان النادي ملك كفر الزيات. طب انا عايز اعرف انتوا لما رحتوا اتحاد الكوره عشان تتظلموا، انا هقول لحضرتك الاهانه اللي حصلت ايه. احنا اتسومنا عشان ما نقدمش تظلم. احنا النهارده واخدين موافقه من الباشمهندس احمد ان المندوب اللي موجود ما راح للاتحاد ان هو يصرف الشيكه ب 50,000 جنيه عشان ما يقدمش تظلم. بعد الراجل ما حس يعني بس براحه، يعني دلوقتي حضرتك المندوب راح عشان يصرف الشيك اللي هو مقدم من الاتحاد الكوره لكل انديه الممتاز به بقيمه 50,000 جنيه، صح كده؟ تمام. حلو. وبعد هو بقى قال لكم انتوا ما تصرفوش الشيك. هقول لحضرتك انا بقى بعد ما وضع الورقه رسميه بان هو يطلع الحسابات ويستلم الشيك، فوجئ بعد ما قدم التظلم قال له لا انت مش هاخد الشيك. يعني النهارده انت كنت بتساومني النهارده ان انا يا اما ادفع يا اما ما اقدمش تظلم واخد الشيك. وبعد ما قدمت التظلم ورجعت في الورقه اللي حضرتك منطق عليها وقلت لا مش هصرف الشيك، ليه النهارده انت تقول لي انا هديك مبلغ 30,000 جنيه حق ماتش الجزيره المعسكر اللي انت قضيته؟ انا النهارده بطالب بحق الشرع واللي هو في اللائحه. هو قال لنادي ماليه كفر الزيات انا هعوضك ب 30,000 جنيه عن المعسكر اللي انت عملته في المباراه اللي اتحسبت ليكوا 3-0. ايوه، على اساس المباراه تعاد. الله الله. طيب والشيك قال لك انا مش هصرف شيك ب 50,000 جنيه. بعد ما مضى على الورقه يا استاذ عمر، بعد ما مضى الورقه ان هو يطلع الحسابات يستلم الشيك، بعد ما عرف ان هو قدم التظلم
ما رضاش يسلموا الشيك، واحنا ما بناخدش حاجه من جيب حد، ولا دي فلوس دوله ودي فلوس من حقوقنا، والنهارده نادي الماليه يستحق او النهارده في ظروف ماليه صعبه، ليه النهارده ما نمشيش الانديه عشان تقف على رجليها؟ ولا النهارده كابتن عمر لما اكون في المركز الرابع ارجع للمركز السابع، هل مش ممكن ثلاثه بنت دول يهبطوني ويصعدوني؟ بص يا كابتن ايمن، ليه ما اخدش حقي؟ بص يا كابتن ايمن، انا بناشد مع حضرتك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عشان يتدخل في القرارات اللي بتحصل، وبعدين انا هتكلم بعد ما اخلص مع حضرتك في القصه دي. ولكن انا يعني انا هدي حضرتك نصيحه على الهوا، انت دلوقتي لو نادي ملك كف الزيات لازم يتمسك، ولازم لازم تتمسك بحقك، تمام، ده حقك، ولازم يكون في موقف من نادي ملك كف الزيات، تمام. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ودي رساله لحضرتك والناس اللي موجود في الاول وفي الاخر، دي جمعيه عموميه، انتوا اصحاب الاختيارات، رجاء تتأنوا في الاختيارات اللي جاية اللي ليها علاقة بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد إذن حضرتك. كابتن عمر دلوقتي القرارات بتتاخد قرارات انتخابية يا جماعة. أنا النهاردة عشان أجمع أصوات أرضي ناس وأغضب ناس، إحنا بنتكلم في لائحة وقانون ما بيننا اللي هو منظم الرياضة في مصر كده. النهاردة يا جماعة أنا هخلي أنا، طب أنا هقول لكم على حاجة بعد اذنكم. على ما حضرتك سامع؟ سامعني؟ سامع يا كابتن. انا النهارده رئيس قطاع المصانع عندي، هقدم له ورقه رسميه ان كده عربيه اسعاف يوم ماتش سبورتنج اللي جاي. ومعايا ورقه رسميه، رئيس القطاع ده ما جابليش عربيه اسعاف، هتروحوا تحاسبوا رئيس القطاع ولا تحاسبوا النادي؟ النادي. انتوا روحوا حاسبوا بقى عربيه الاسعاف اللي ما جاتش، انت ما تابعتهاش ليه زي ما اللائحه بتقول بقبلها بساعتين او قبلها بثلاثه؟ دي مشكلتك مش مشكلتي انا. انا فرقتي كانت مهيئه، ما جاش عندهم النهارده الناس مصابين في نادي الجزيره، ما كانوش قادرين يلعبوا الماتش، اصلا عاوزين يعطلوا الماتش، ما دي هتبقى سنه مؤكده في الرياض. كل فرقه عندها اثنين لعيبه عندهم كورونا او مصابين، النهارده مش هجيب عربيه الاسعاف. قولوا لي ايه اللائحه اللي ماشي عليها؟ لو انتوا عملتوا لائحه اصلا وبعتوا لنا مكمله اللائحه ديت، واعتقد ان مفيش ما ينفعش، مفيش لائحه هتيجي في نص الموسم، هتلغوا الهبوط السنه الجايه، خلوهم ثلاثه بدل اربعه، هتصعدوا اثنين بدل واحد. يا جماعه احنا كده الكوره ما بتداش، الكوره بتضرب اهواء، وده مستحيل ان احنا نستكمل على كده. وانا النهارده بقول يا جماعه، اي حد هيجي على ملعب كفر الزيات في اي وقت ما يلومش غير نفسه. صحيح يا كابتن، صحيح، ما يلومش غير نفسه. اي توابع في الماتشات ما يلومش غير نفسه. صحيح. احنا كمان دلوقتي، من دلوقتي وانا بقول بالنيابه عن مجلس الاداره ومفوضني في اللقاء ده، احنا النهارده محتاجين حكام دوليه تبقى موجوده في ماتشاتنا. مش هنستنى لاي حد يجي علينا. احنا مش ضعاف. تمام يا كابتن، انا بشكر